السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، أنا أخوكم عبد الرحمن الصابر وأنت بتسمعني الآن على قناة الدليل في اللغة العربية. طلبة الصف الأول الثانوي هناخد معانا درس سهل جدا من دروس النحو، إعمال اسم الفاعل. ركز معايا كده، احنا علينا اسم الفاعل وعلينا صيغ المبالغة واسم المفعول، دول اسمهم المشتقات. اسمهم ايه؟ المشتقات. يعني ايه اسم الفاعل؟ اسم الفاعل بنشتقه من الفعل، لذلك سمي ايه؟ بالمشتقات. اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول. يبقى اسم الفاعل هو اسم بنشتقه من ايه؟ بنشتقه من الفعل. طب ليه؟ ليه بتشتق؟ ليه اهل اللغة العربية اشتقوا من الفعل اسم؟ زي مثلا كلمة ضارب، اشتقها من الفعل ضرب. قالوا اشتقناها عشان للدلالة على من قام بالفعل، للدلالة على من قام بالفعل. يبقى انا لما اقول ضارب، ضارب ده صدر منه الضرب. طب مضروب، وقع عليه الضرب، زيك مضروب اسم مفعول، اما ضارب اسم فاعل. اسم الفاعل هو اسم مشتق من الفعل، ليه؟ للدلالة على من قام بالفعل، او هو وصف للانسان. محمد ضارب، اصفه انه ضارب، او محمد متقن، وصف لي انه متقن. يبقى انت بتشتق اسم الفعل عشان حاجتين، اما ان انت عايز تدل على انه قام بالفعل او صدر منه الفعل، او الحاجة التانية انت عايز تصف الانسان بهذا الوصف، بتشتق اسم الفعل. طب ركز كده معايا على السبورة، زيك اسم الفعل لما احب اعرفه على السبورة بقول هو اسم ماله مشتق من الفعل المبني للمعلوم. الفعل المبني للمعلوم يعني مش مبني للمجهول، بقول ضرب مشتق من ضرب مش مشتق من ضرب. ليه؟ للدلالة على من قام بالفعل، للدلالة على من قام بالفعل او اتصف به، يعني هو مجرد وصف. طب تعال ناخد المثال كده، لما اقول لك شرح، ده فعل ماضي، شرح ده فعل ايه؟ ماضي. اشتق منه اسم الفعل تقول شارح، هتقول طب انت اشتقته ازاي؟ ما انت هتعرف كمان شويه. يبقى شارح ده اسم ايه؟ اسم فاعل. هو اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم. شرح محمد الدرس، محمد ده فاعل، يبقى مبني للمعلوم ولا لا؟ يعني الفاعل معلوم. لكن لو قلت شرح الدرس مبني للمجهول، الفاعل مجهول بالنسبة لي، يبقى أنا بشتق اسم الفاعل من الفعل المبني للمعلوم. طيب ليه؟ للدلالة على من قام بالفعل، للدلالة على إني في شخص شارح للدرس. طيب او اتصف بها، وعايز اوصف محمد انه شارح او انه ضارب او انه متقن. اتقن هنا فعل ماضي. طيب اتقن فعل ماضي، هتجيب منه اسم فعل تقول متقن. عرفت ازاي؟ اقول لك كمان شويه. يبقى متقن هنا اسم فاعل، اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم، للدلاله على من قام بالفعل. متقن صدر منه الاتقان، او اتصف به، او عايز اوصف الشخص انه متقن في عمله، هستخدم برضو اسم ليه؟ الفاعل. يبقى اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم، للدلالة على من قام بالفعل او اتصف به. طيب السؤال الطبيعي اللي انت هتسأله لي، هتقول لي يا استاذ عبد الرحمن، طب انت دلوقتي قلت شارح وقلت متقن، عرفتهم ازاي؟ يعني ازاي انت خدت من الفعل اسم الفاعل؟ انا اجيبه ازاي؟ هنا ده بقى بياخدنا للعنوان الثاني. العنوان الثاني اللي هو عبارة عن ايه؟ صوغ اسم الفاعل، يعني كيف تأتي او تصوغ اسم الفاعل من الفعل. وده هيخلينا نقسم الجزئية دي لايه؟ لشقين. هنقسمها لشقين، الشق الاول من الفعل الثلاثي، الشق الثاني من غير الثلاثي. هو يعني ايه ثلاثي ويعني ايه غير ثلاثي؟ الثلاثي بعد الماضي، يعني مثلا لو الفعل، مثلا اقول لك الفعل يضرب، الفعل ايه؟ يضرب. يضرب ده ماضي ولا مضارع ولا امر؟ مضارع. تعال نعده كده، يضرب اربع حروف صح، بس هو ثلاثي. هتقول لي اذا كان هو مكون من اربع حروف، ما احنا مش بنعد الا الماضي. يضرب، هات الماضي في دماغك، ضرب. يبقى يضرب ده فعل مضارع ثلاثي مع انه زياده عن ثلاث حروف. ليه؟ لاننا نعتمد في العد على على الماضي. طيب افرض جاب لي اي مشتق من المشتق بتاع الكلمه، اي حاجه مشتقه من الكلمه ارجعها للماضي. والله جاب لي الماضي مباشر، بارك الله فيه، وهعد الماضي وخلاص. طب ما جابليش الماضي، جاب لي اي صوره تانية من الكلمه ارجعها للماضي واعد واشوف هي ثلاثي ولا غير ثلاثي. يبقى الثلاثي الماضي مكون من ثلاثه احرف. طب غير الثلاثي أربعة أو خمسة أو ستة، رباعي أو خماسي أو سداسي، أرجع الكلمة للماضي وأعد حروفي. طيب يبقى أنا بصوغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن إيه؟ على وزن فاعل. يبقى القاعدة العامة، كل فعل ثلاثي عايز تجيب منه اسم الفاعل دخله على وزن كلمة فاعل.
ضرب ها ضارب على وزن فاعل، شرح شارح، أكل آكل، صام صائم، رضي أو رضى راضي، شد شاد. يبقى كل ده معايا على وزن ايه؟ على وزن فاعل. ليه؟ لأن الماضي كله عبارة عن ثلاثي. طب جاب لي يضرب، رجعها لضرب. يشرح، طب قال جاب لي كل أمر. هتيجي تقول لي ده مكون من كلمة حرفين، أقول لك لا، كل الماضي بتاعها أكل. عد ايه؟ عد أكل، ما تعدليش كل. طيب صام صم، ها عد ايه؟ عد صام، ما تعدش صم. مثلا رضى يرضى، لا عد رضى، الثلاثي. يبقى احنا كده متفقين على الثلاثي، دي معلومة أساسية هتمشي معاك على طول. طيب تعالى بقى ناخد كده من غير الثلاثي، وبعد كده نرجع ناخد شوية ملاحظات. من غير الثلاثي يا شباب بنأتي بالمضارع، نأتي بالمضارع. انا عندي فعل غير ثلاثي، انا جيت اعده زي مثلا فعل اتقن، عد لي اتقن كده، اتقن ده ماضي، اتقن ماضي، عد 1 2 3 4 مكون من اربع حروف، هتعمل ايه بقى معاه؟ قال لي هات لي المضارع اتقن يتقن، قال لي بدل لي الياء حرف المضارع ده ميم مضمومه، يتقن اقول متقن، كسر ما قبل الاخر. يبقى اتقن هتجيب المضارع في دماغك يتقن، يبقى اسم الفاعل متقن، بدلت الياء ميم وكسرت ما قبل الاخر، تمام؟ ليه عملت كده؟ لانه رباعي. طيب استخرج، استخرج مستخرج، لان جبت يستخرج مستخرج، يبقى مستخرج ده اسم فعل صدر منه الفعل، متقن صدر منه الاتقان، مكرم صدر منه الاكرام، تمام؟ وانت كده بالمعنى هتفهمها يعني. طيب جاب لك ثلاثي اشتغل بطريقه فاعل، جاب لك غير ثلاثي هتاتي بالمضارع تبدل حرف المضارع ميم مضمومه وكسر ما قبل الاخر. استاذ عبد الرحمن انا ملاحظ ان انت كاتب لنا اربع امثله بالازرق في الثلاثي ده، اشمعنى ليه؟ لان دول اربع ملاحظات عايزك تكتبهم، افهمهم ولما اقول لك اكتب يبقى اكتب، تمام؟ تعال نشرح الاولى كده. لو ركزت هنا في كلمه اكل بدايتها ايه؟ همزه. لما حبينا نجيب اسم فاعل قلت اكل وحطيت مد، حطيت ايه؟ حطيت مد كده. تعرف المد ده يعني ايه؟ مكون من الفين، الف كده والف كده، جيت ضمتهم لبعض خليتهم ايه؟ مد، يعني المد ده مجرد الفين. طب ايه هما الالفين؟ عارف الالفين ايه؟ عباره عن ايه؟ شفت فاعل دي مش تاني حرف الف، وكلمه اكل بدايتها الف، فاعل، ادي الالف بتاعت فاعل وادي الالف بتاعت اكل، ضمناهم لبعض وخليناهم ايه؟ مد، تمام؟ اكتب بقى الملاحظه، اذا كان الفعل مبدوءا بهمزه عند الاتيان باسم الفاعل نضع مد في بداية الكلمة، تمام؟ طب انت حطيت لي مد عشان المد ده مكون من ألفين، ألف أكل وألف فاعل، حلو كده؟ طيب ركز معايا، خلينا نمسح المعلومة دي. طيب رقم اتنين، الملاحظة التانية، رقم اتنين الملاحظة التانية عندنا صام. صام ده فعل معتل الوسط، صام في بداية في وسطي حرف علة. يعني حرف علة؟ بديك كل الاساسيات اهو، يعني حرف عل يعني واو او الف او ياء. يبقى صام ده معتل ليه؟ الوسط، لان في وسطه الف. الالف دي لما تحب تجيب اسم الفعل تقول ايه؟ صام صائم. قلبت الالف همزه. قلبت الالف همزه. هيجي واحد يسالني دلوقتي يقول لي طب ما هي الالف موجوده بتاعت صام، ده الالف دي بتاعت فاعل. ما احنا كده بقى عندنا الفين، الف فاعل والف صام. الف فاعل خليناها زي ما هي، والالف بتاعت صام قلبناها همزه. تشغلش بالك، المهم ان المعلومه لو كان الفعل معتل الوسط تقلب الالف همزه. اكتب بقى، اذا كان الفعل معتل الوسط عند الاتيان باسم الفاعل فان الالف تقلب همزه، مثل صام صائم، وقام قائم، باع بائع كده. المعلومه الثالثه بتقول رضى، رضى نهايته ايه؟ نهايته الف، نهايته الف. لما تجيب اسم الفاعل تقول راضي، ما تقوليش رضا نهايته ياء، لا ده رضا نهايته ألف. طب هات اسم الفاعل مش هتقول راضى، هتقول راضي. يبقى المعلومة اكتب، إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف عند الإتيان باسم الفاعل فإن الألف تقلب ياء. طيب المعلومة الرابعة، شدة، لو ركزت في شدة حرف مضاعف، الدال ده حرف إيه؟ مضاعف. هات اسم الفاعل من شدة تقول شادد ولا تقول شاد؟
هتخلي التضعيف زي ما هو، هتخلي التضعيف زي ما هو، يعني ما تفكش الدال. ما الدال المضاعفه دي يعني عباره عن ايه؟ عباره عن دالين مع بعض بس عليهم شده. شده تلات حروف، شده دال، اتنين دال وشين. طيب الدال دي عليها تضعيف، لما تجيب اسم الفاعل هل افك التضعيف اخليها الدالين ولا اخليها دال مشدده؟ خليها زي ما هي، تقول شاد، مد، ماد، ما تقولش مادد، رد، راد، وتخلي الدال زي ما هي. يبقى اكتب الملاحظه الرابعه، اذا كان الفعل مضاعفا عند الاتيان باسم الفاعل يبقى التضعيف كما هو، زي شد شاد ومد ماد. في مشكله يا شباب؟ الدنيا سهلة جميلة، عرفنا يعني اسم فاعل، عرفنا ازاي بنجيبه من الفاعل الثلاثي ومن غير الثلاثي، خدنا بعض الملاحظات، تعالى بقى ناخد الجزئية ديت، جزئية سهلة وجميلة. الملاحظات الهامة ديت بيقول لي أول ملاحظة، اسم الفاعل يفرد ويثنى ويجمع ويذكر ويؤنث، يعني ممكن يكون ضارب مفرد واحد بس، ممكن يكونوا اثنين ضاربان، ممكن يكونوا جمع ضاربون، ممكن يكونوا جمع مؤنث ضاربات، ممكن يكون مؤنثة ضاربة، ولا عندنا أي مشكلة. تعال ندخل على الملاحظة الثانية، اسم الفاعل يعرب على حسب موقعه في الجملة. اسم الفاعل ده اسم، اسم بيعرب حسب موقعه في الجملة، يعني هي اسم فاعل ده مش إعراب، مش إعراب، يعني أنا الإعراب عندي فاعل مفعول مبتدأ خبر، تمام، اسم مجرور. يبقى اسم الفاعل هو اسم فاعل وفي نفس الوقت يعرب على حسب موقعه في الجملة. لما أقول جاء قائد المعركة، قائد ده اسم فاعل على وزن فاعل من الفعل قاد، زي صام صائم، اتقلبت همزه قائد على وزن فاعل. طب اعرب لي كده الجمله، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، قائد فاعل مرفوع علامه رفع الضمه، قائد المعركه، المعركه مضاف اليه، تمام. طيب مفيش اي مشكله، قائد هنا اعربت على حسب موقعها في الجمله فاعربت هنا فاعل. طب تعالى هنا نقول رايت المتقن عمله، شفت المتقن، رأيت فعل فاعل، رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، المتقن مفعول به، ها يبقى اسم الفاعل المتقن ده اسم فاعل أعربت على حسب موقع في الجملة مفعول به. طب مررت بمعلم الفصل، معلم، معلم ده اسم فاعل من ايه؟ من علمة، غير ثلاثي، هات المضارع يعلم، ابدأ الحرف المضارع ميم مضمومة كسر ما قبل الآخر، معلم اسم فاعل صدر منه التعليم. مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، طيب معلم اسم مجرور وعلامة جر الكسر، يعني انت عايز تقول ايه؟ مرة جت اسم مجرور، مرة جت مفعول به، مرة جت فاعل، على حسب موقعها في الجملة انت شغال، يبقى اسم الفاعل يعرب على حسب موقعه في الجملة. طيب المعلومة اللي بعد كده، اسم الفاعل المعتل الآخر مثل قال، دي معلومة هامة جدا، هامة جدا، بيجي منها أسئلة. اسم الفعل المعتل الآخر بلاف زي كلمة قاضي أو كلمة مثلا ساعي، خلينا ناخد كلمة إيه؟ ساعي، ساعي ده نهايته إيه؟ نهايته ياء، يبقى اسم فاعل معتل الآخر بالياء. أحيانا بنقول ساعٍ ونحذف الياء، قاضٍ، داعٍ، إمتى بقى تعمل الكلام ده؟ هتفرق ما بين النكرة والمعرفة، يبقى كلمة ساعي دي ممكن تأتي نكرة، ساعي من غير ألف ولام، ممكن تأتي معرفة، ممكن تأتي الساعي، صح؟ يبقى دي نكرة ودي إيه؟ معرفة. لو جت نكرة بهذه الصورة، قال لي في حالة الرفع وفي حالة الجر بتحذف الياء دي وبتعوض عنها بتنوين بالكسر، يبقى نحذف الياء ويعوض عنها بتنوين في حالتي الرفع والجر. طيب تقول جاء ساعٍ، ساعٍ هنا يا رب إيه؟ يا رب فاعل، فاعل مرفوع، صح؟ طالما فاعل جت في حالة رفع احذف لي الياء وعوض عنها بتنوين بالكسر. طب تعرب ازاي؟ جاء فعل ماضي مبني على الفتح، ساع الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. طب مررت بساع الباء حرف جر ساع اسم مجرور علامة جر الكسر المقدرة على الياء المحذوفة. طب في النصب لا تثبت الياء، يبقى انا في الرفع والجر فقط نحذف الياء ونعوض عنها بتنوين. طب في حالة النصب نثبت الياء، يبقى هنا بنحذف رفع، هنا بنحذف جر، اما في حاله الياء مش بنحذف، خلي الياء زي في حاله الايه؟ في حاله النصب خلي الياء زي ما هي. رايت ساعيا، ادي الياء اهي زي ما هي وحطيت الالف عشان التنوين، رايت فعل وفعل ساعيا مفعول به. طب في حاله المعرفه، والله في حاله المعرفه دول ناس محترمين، قال لك يا عم ما تحذفش حاجه، خلي لي الساعي زي ما هي. في
حاله رفع، حاله نصب، حاله جر، مش فارق معايا، خلي الياء زي ما هي. تقول جاء الساعي، جاء فعل ماضي والساعي فعل مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره. مررت بالساعي، الساعي اسم مجرور علامه جر الكسره المقدره. رايت الساعيه، الساعيه مفعول به وعلامه منصوبه علامه نصبه الفتحه الظاهره، لان الياء بتظهر على الفتحه. وعلى فكره الظاهره والمقدره انت بتاخدها بالشكل كمان. جاء الساعي، الساعي ضمه هنا، هي ظاهره الضمه؟ لا، مقدره. طب الساعي كسره، هي كسره هنا ظاهره؟ لا مش ظاهره. طب رايت الساعيه، الياء الفتحه ظهرت معايا، يبقى هنا منصوب بفتحه ظاهره. طيب يا شباب، معلومه دي ملاحظه مهمه هتلخبطك في جميع الكتب، معظم الكتب هتلخبطك في موضوع حذف الياء والتعويض عنها. انا كاتبها لك بطريقه ثابته، طريقه سهله وشامله كل المعلومات. ركز بقى معايا عشان ناخد اعمال اسم الفاعل. ركز معايا بقى عشان ناخد اعمال اسم الفاعل. يعني ايه كلمه اعمال؟ كلمه اعمال يعني اسم الفاعل شغلته ايه. احنا عندنا مثلا الفعل شغلته ان بيرفع فاعل ينصب مفعول، تمام؟ يرفع فاعل ينصب مفعول. حرف الجر مثلا شغلته ايه؟ ايه العمل بتاعه؟ يجي بعديه اسم مجرور، المبتدا ياتي بعده خبر. اسم الفاعل بقى اللي بيجي بعده ده هل بيأثر فيه؟ ايه عمل اسم الفاعل؟ ايه شغلته؟ لذلك هنا هنقول اعمال اسم الفاعل. حطيت لك انا كده ايه معادله، اقول لك اسم الفاعل يساوي الفعل في العمل. اسم الفاعل يساوي ايه؟ الفعل في العمل. ركز معايا. طيب عندنا اسم الفاعل بيساوي الفعل. يعني ايه اسم الفاعل يساوي الفعل؟ يعني اسم الفاعل بيساوي الفعل في العمل. الفعل بيرفع فاعل، يبقى اسم الفاعل هيرفع فاعل. الفعل يرفع فاعل وينصب مفعول، يبقى اسم الفاعل هيرفع فاعل وينصب مفعول. لذلك انا عامل لك اهو اسم الفاعل بيساوي الفعل في العمل. طيب تفصيل الكلام ايه؟ اسم الفاعل يرفع فاعلا فقط اذا كان فعله لازما. احنا لسه من شويه كنا بنقول اسم الفاعل بنشتقه من فعل. يبقى معنى زي كان عندي اسم فاعل وعندي الفعل اللي انا اشتقته منه. الفعل ده لو لازم، يعني ايه لازم؟ لازم يعني فعل وفاعل بس والمعنى تم، تمام؟ فعل وفاعل والمعنى تم، يبقى الفعل ده لازم. طيب متعدي، ما اقدرش، فعل وفاعل والمعنى ما تمش، يبقى انا عايز المفعول، لذلك تعدينا الى المفعول به. فهمت يعني لازم المتعدي؟ مش موضوعنا دلوقتي، بس انا بديها لك سريع. يبقى انا لو لقيت اسم فاعل وبعديه فاعل بس، يبقى كده الفعل ده لازم، يبقى الفعل اللي انا اشتقيت منه اسم فاعل ده لازم. والله لقيت فاعل ومفعول، يبقى الفعل متعدي. ما تشغلش بالك بالنقطه دي، انت هتتعامل مع الاعراب على حسب المعنى. طيب يبقى اسم الفاعل يرفع فاعلا فقط اذا كان فعله اللي خدناه منه يعني لازما. اسم الفاعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا اذا كان فعله متعديا، تمام؟ طيب وانا هعرف ازاي لازم المتعدي؟ من خلال المثال اللي قدامك. والله المثال اللي قدامك ده اسم فاعل وبعديه فاعل بس، هتقول لازم. فاعل ومفعول هتقول ايه؟ متعدي، والمعنى اللي بيوضح. طيب المثال هيوضح الكلام. قدامي زيد فاضل علمه، زيد فاضل علمه. تعالى كده ناخدها واحده واحده. لو حبينا نعرب المثال ده من البدايه، زيد نعربه ايه؟ عربه مبتدا. طب فاضل اسم فاعل، فاضل على وزن ايه؟ على وزن فاعل. يبقى فاضل ده اسم فاعل، هتعربه ايه؟ قلت لك اعربه على حسب موقعه في الجمله. يبقى زيد مبتدا وفاضل ايه؟ خبر. دي المعلومه ايه؟ الاولى، مالناش علاقه بقى، اركنها على جنب. فاضل بقى ده هل بيؤثر فيما بعده؟ هل لي عمل؟ لسه قايل لك فاضل ده يعمل عمل فعله اللي مشتق منه. يعني ايه؟ يعني اللي بعده يا فاعل فقط يا اما فاعل ومفعول به. طب تعالى نبص كده، زيد فاضل علمه، هو مين اللي فاضل؟ العلم. يبقى علم ده يبقى علمه دي فاعل. كانك بتقول ايه؟ زيد يفضل علمه. لو عربت يفضل علمه هتعرب علمه ايه؟ هتعربها فاعل. من الذي يفضل؟ العلم. يبقى علمه فاعل، تمام؟ يبقى فاضل هنا قامت بدور الفعل، قامت بدور الفعل يفضل او فضل، تمام؟ لذلك اعربت علمه فاعل لفاضل، علمه فاعل ايه؟ لفاضل، لان فاضل تعمل عمل الفعل. يا رب تكون المعلومه وضحت. طيب هنا فاضل رفعت فاعل فقط والمعنى تم، يبقى معنى ذلك ان فاضل ده مشتق من فعل لازم، مشتق من فعل لازم، لذلك اسم الفاعل يرفع فاعلا فقط اذا كان فعله لازما.
طيب تعال ناخد المثال الثاني، زيد شاكر ربه. السؤال الأول، أين اسم الفاعل شاكر؟ حلو. طيب تعريب لشاكر إيه في الجملة على حسب ما وقع في الجملة؟ زيد مبتدأ وشاكر خبر، اركنا على جنب. شاكر بقى ده هل يؤثر فيما بعده؟ هل هو عامل؟ عامل. طيب يعني ربه دي أعربها إيه؟ أعربها فاعل يا مفعول به. طب تعال نشوف على حسب المعنى. شاكر ربه، ربه هنا وقع عليه الشكر، شاكر هو ربه، يبقى ربه هنا مفعول به، ربه هنا ايه؟ مفعول به. امال فين الفاعل؟ مستتر، مستتر تقديره هو، يبقى شاكر هو ربه. كاني بقول زيد يشكر ربه، ما هو شاكر دي مش متاخده من شكر او يشكر، تمام؟ زيد شاكر ربه، زيها زي زيد يشكر ربه، يا رب زي ما يشكر ربه تعرب مفعول به، شاكر ايضا هنعرب معها ربه مفعول به، تمام؟ يبقى اللي انا عايز اقوله لك ان اسم الفاعل هو الفعل في العمل، يبقى الفعل ياتي بعده فاعل او مفعول به، فاعل ومفعول به، ايضا اسم الفاعل ياتي بعده فاعل او فاعل ومفعول به، تمام؟ فهمت يعني ايه موضوع اعمال اسم الفاعل؟ طيب اللازم والمتعدي ما تشغلش بالك بيه، مش هيفيدك في الحل، والله لو لقيت فاعل بس خلاص المعنى تم، لقيت فاعل ومفعول يبقى المعنى تم بالمفعول، يبقى ايه؟ متعدي. حلو خالص. طيب هل يا استاذ عبد الرحمن كل اسم فاعل في التاريخ يعمل الشغلانه اللي انت قلتها دي؟ لا، مش كل اسم فاعل. امال ايه؟ عشان كده قلت لك في حاجه اسمها شروط اعمال اسم الفاعل. يعني اسم الفاعل ده عشان يعمل عمل الفعل يرفع فاعلا او يرفع فاعلا وينصب مفعولا لابد من توافر شروط، لابد من توافر شروط. الشروط ديت هتنقسم معانا لشقين، هنفرق ما بين اسم الفاعل المقترن بال واسم الفاعل المجرد من ال. يعني مثلا اسم فاعل قدامي ده مجرد من ال، اسم فاعل قدامي ده مقترن بال، هتفرق ما بين المقترن بال زي مثلا كلمة الفاضل المكرم، مقترن بال يعني لازم فيه ألف ولام، ده بيعمل بدون شروط. أي اسم فاعل مقترن بال وفيه دلالة على الحدث يبقى ده بيعمل بدون شروط، لو جاء لك سبب إعماله تقول له لأنه مقترن بال. المثال يوضح معانا، جاء الفاضل خلقه، أول سؤال معاك استخرج اسم الفاعل الفاضل. السؤال الثاني، اعرب لي اسم الفاعل في الجملة على حسب موقعه، جاء فعل والفاضل فاعل. طيب خلصنا من النقطة دي، الفاضل عامل ولا غير عامل؟ مقترن بال يبقى عامل. طب طالما عامل اللي بعده يعرب ايه؟ ايه تأثيره في اللي بعده؟ الفاضل خلقه، من الفاضل؟ الخلق، يبقى خلقه فاعل، يبقى كده اسم الفاعل عامل. ليه؟ لأنه رفع بعده فاعلا، عمل الفعل. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. طب تعالى ناخد المثال اللي بعد كده، رأيت المكرم ضيفه. طيب أين اسم الفاعل؟ المكرم. إعرابه إيه في الجملة هنا؟ رأيت فعل وفاعل والمكرم مفعول به، يا أستاذ عبد الرحمن أنت قلت لنا بيعرب حسب موقعه في الجملة. طيب خلصنا من النقطة دي، المكرم بقى ده عامل ولا غير عامل؟ يعني بيعمل عمل الفعل ولا لا؟ هشوف، والله ده مقترن بال وبيدل على الحدث يبقى خلاص عامل. طالما عامل اللي بعده اعرابه ايه؟ المكرم ضيفه، يكرم هو ضيفه، كانها يكرم، ما هي نفس معنى ما يكرم. يكرم هو ضيفه، ضيفه تعرب ايه؟ تعرب مفعول به. طب وفاعل المكرم ايه؟ مستتر، فاعل المكرم مستتر، تمام؟ يبقى اسم الفاعل المقترن بال يعمل بدون شروط، شغل شغلك، يرفع فاعل او يرفع فاعل وينصب مفعول. هنا مثلا الفاضل لازم، طب المكرم مشتق من متعدي، على حسب المعنى، ما تشغلش بالك باللازم والمتعدي، المعنى اللي قدامك هو اللي هيعرفك هو لازم ولا متعدي. طب تعالى ناخد المجرد من ال، هنا بقى مش هنقول الفاضل، هنقول فاضل بس من غير الالف واللام، هنقول مكرم بس من غير ايه؟ من غير الالف واللام. المجرد من ال لازم يتوافر عندي شرطين في الجملة، الشرط الاول الدلالة على الحال او الاستقبال، يعني الجملة مستمرة، لو امس او ماضي يبقى اسم الفاعل غير عامل،
اسم فاعل غير عامل. طيب أن يعتمد اسم الفاعل على وجود واحد من الخمسة دول، يعني لازم يتوفر معاه شرطين: الدلالة على الحالة والاستقبال. لازم اسم الفاعل يعتمد على في الجملة يكون فيها مبتدأ، طب ما فيش مبتدأ يكون فيه موصوف، طب ما فيش موصوف نفي أو استفهام أو نداء. الأمثلة توضح معك. تعال ناخد مثال الأول: المعلم متقن عمله. السؤال الأول استخرج اسم الفاعل متقن، تمام؟ اعربه ايه في الجملة؟ المعلم مبتدأ ومتقن خبر. حلو جدا. متقن عامل ولا غير عامل؟ بصيت ما لقيتش فيه الف ولام، اشتغل على دي ولا اشتغل على دي؟ لا اشتغل على دي. هات لي الشرطين دول. المعلم متقن عمله، الاتقان مستمر ولا مش مستمر؟ مستمر، يبقى الدلالة على الحالة والاستقبال معايا، توافر الشرط. الشرط الثاني بيقول لك لازم اسم الفاعل يعتمد في الجملة على واحد من الخمسة دول، يا نداء يا استفهام يا نفي يا موصوف يا مبتدأ. طب الجملة دي فيها ايه؟ فيها مبتدأ. يبقى الشرطين توافروا معايا. الشرط الأول دلالة على الحالة والاستقبال، اعتمد اسم الفاعل على وجود مبتدأ يبقى هو خبر، يبقى اعتمد على مبتدأ وهو خبر، يبقى في هذه الحالة اسم الفاعل عامل. يبقى بص بقى عمله متقن عمله، يتقن هو عمله. عمله تعربها ايه؟ اعربها مفعول به. يبقى اكتب هنا اعتمد اسم الفاعل على مبتدأ، اعتمد على مبتدأ. يعني ايه اعتمد على مبتدأ؟ يعني موجود في الجملة مبتدأ، لأنه مجرد من ال وتوافر معي الشرطان. طب تعالى ناخد المثال الثاني: جاء رجل ضارب عليا. فين اسم الفاعل ضارب؟ طيب جاء رجل ضارب، جاء فعل ماضي، رجل فاعل. طب ضارب وصف، وصف او نعت، وصف للرجل. جاء رجل، رجل فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، ضارب نعت مرفوع علامة رفع الضمة، لان النعت والمنعوت او الوصف الموصوف بياخدوا نفس الاعراب. طيب ضارب ده عامل ولا غير عامل؟ ما انا عشان اعرب دي لازم اشوف ده عامل، لو عامل هعربها فاعل او مفعول، لو مش عامل خلاص مش هيبقى لها اعراب لا فاعل ولا مفعول. طب ضارب هنا هعرف عامل ولا غير عامل؟ والله مجرده من ال ولا مقترنه بال؟ مجرده من ال. طيب جاء رجل ضارب عليا مستمر، جاء رجل ضارب علي شغال ضرب، يبقى الدلاله على حاله الاستقبال شغال معايا. طيب ان يعتمد على واحد من الخمسه اللي قلنا عليهم، في هنا مبتدا مفيش، طب في هنا موصوف جاء رجل، ما رجل طالما ده وصف يبقى ده ايه؟ موصوف. يبقى هنا توافر معايا الشرطين، يبقى ضارب ده عامل. طب طالما عامل يبقى عليا اعرابها ايه؟ ضارب عليا، يضرب هو عليا، يبقى عليا مفعول به. يبقى اكتب هنا اعتمد على، اعتمد على ايه؟ على موصوف. طالما اعتمد على موصوف يبقى هو وصف، طالما اعتمد على مبتدا يبقى اسم الفاعل خبر. يبقى الحالتين دول اعتمد اسم الفاعل على مبتدا يعني هو خبر، الحاله الثانيه اعتمد على موصوف يعني اسم الفاعل وصف. طيب اللي بعده: ما مكرم الغني الفقيره. اين اسم الفاعل مكرم؟ اعربه ايه في الجمله دي؟ ما هنا اداه نفي لا تؤثر فيما بعد، يبقى مكرم في بدايه الجمله اسم يبقى مبتدا، يبقى مكرم هنا مبتدا وهي اسم الايه؟ الفاعل. ما مكرم الغني، مكرم ده عامل ولا غير عامل؟ والله مجرد من قال يا استاذ عبد الرحمن دلاله على الحاله والاستقبال. الغني، ما مكرم الغني والفقيره، انا اقصد دلوقتي الغني مش بيدي الفقير، دلاله على الحاله والاستقبال الشرط الاول توفر معايا. طب الشرط الثاني، الشرط الثاني قال لك ده ما مكرم، انت قلت لي ممكن يعتمد على مبتدا بس مش موجود مبتدا هنا، يعتمد على مش هو اللي مبتدا، مش اسم الفاعل هو اللي مبتدا، ده هو يعتمد على مبتدا ويكون اسم الفاعل خبر، مش موجوده هنا زي المثال الاول. طيب مفيش، مش معتمد على مبتدا، مفيش موصوف، بس في هنا ايه؟ نفي، في هنا نفي، يبقى اعتمد على نفي. طيب يبقى اسم الفاعل هنا عامل. طب طالما عامل ما مكرم الغني، يكرم الغني الفقيره، بالغني فاعل والفقيره مفعول به، يبقى هكتب هنا اعتمد على نفي. يبقى انا لما اقول عامل ابدا اعرب اللي بعده.
توفر معايا عامل اعتمد على كذا وكذا، يبقى ابدا بقى اشوف اللي بعده هو فاعل ولا مفعول. أمكرم الغني الفقير، ها نفس الكلام بالظبط، بس اقول اعتمد على استفهام. اعتمد على ايه؟ استفهام. يبقى ده اعتمد على نفي وده اعتمد على استفهام. طيب يا استاذ عبد الرحمن، هنا مبتدا، فين الخبر بتاعه؟ ما انت قلت ده فاعل وده مفعول، هتقول على ده فاعل سد مسد الخبر. فاعل سد مسد الخبر بتاع مكرم. يبقى انا عندي مبتدا، كل مبتدا لابد له من خبر. طب ما فيش خبر قدامي، بتقول على الفاعل ده سد مسد الخبر. في حاله النفي وفي حاله الايه؟ في حاله الاستفهام، دايما هتلاقي فاعل سد مسد الخبر. يا طالعا جبلا تمهل. طالعا اسم فاعل. اعربه يا حسب موقعه في الجمله منادى، هتاخد المنادى قدام شويه. يا طالعا جبلا تمهل. طالعا مجرد من ال، توافر فيه الشرطان. الشرط الاول الدلاله على الحال والاستقبال، هو طالع الجبل بقول له تمهل عشان ما توقعش. طيب هنا اعتمد على ايه؟ اعتمد على نداء. اعتمد على نداء، يبقى طالعا ده عامل. طالما عامل يبقى الاعراب اللي بعده ايه؟ طالعا انت جبلا، يبقى جبلا مفعول به. يبقى اقول هنا اعتمد على نداء. تمام يا شباب؟ كويس خالص. يبقى احنا كده فرقنا في شروط اعمال اسم الفاعل ما بين المقترن بقى يعمل بدون شروط، مجرد من قال يعمل بتوافر الشرطين دول، لازم يعتمد على مبتدا، على موصوف، على نفي، على استفهام، على النداء، وبرضه يتوافر مع الشرط الاولاني ده بكل سهوله. فاضل لنا ملاحظه سريعه، ركز بقى معايا في الملاحظه السريعه دي. الفعل اختار، الفعل ايه؟ اختار. الفعل اختار ده فعل ماضي، عدولي كده اختار، خماسي، ماضي خماسي. هل اجيبه على وزن فاعل ولا اجيب المضارع ونبدل حرف المضارع ميم مضمومه وكسر ما قبل الاخر؟ قال لك لا، هات المضارع لانه غير ثلاثي، هقول يختار. طيب بدل الياء ميم واكسر ما قبل الاخر، تقول مختار. يبقى اسم الفاعل من اختار ايه؟ مختار. بس يا استاذ عبد الرحمن في مشكله، انت بتقول كسر ما قبل الاخر، مش قادر اكسر ما قبل الاخر، مش قادر اكسر. ليه؟ لان الالف دي مش هتظهر عليها الكسره، الالف دي مش هتظهر عليها الكسره. طيب الفعل اختار برضو لما احب اجيب منه اسم المفعول وناخدها بالتفصيل، بتجيب برضو بدل ما تكسر ما قبل الاخر بتفتح ما قبل الاخر، فهتقول برضو مختار. يبقى هيلتبس معايا اسم الفاعل باسم المفعول، لان الالف دي لا تظهر عليها الكسره ولا تظهر عليها ايه؟ الفتحه، مش هتعرف لا تحط كسر ولا فتحه. يبقى مختار الطالب مختار ما بين المعلمين، يبقى هو اللي بيختار اسم فاعل. طيب الطالب مختار من مدرسي، وقع عليه الاختيار، يبقى هنا هتوجه للمعنى، هروح لايه؟ للمعنى. لو كان المعنى صدر منه الشيء، محمد مشتاق لابيه، يبقى صدر منه الاشتياق. تمام؟ محمد مشتاق من ابيه، يعني وقع عليه الاشتياق. يبقى هنا المعنى اللي هيتم معايا، والله لو صدر منه الشيء اقول عليه اسم فاعل، لو وقع عليه شيء اقول عليه اسم مفعول. دائما في اسماء الافعال او اسماء المفعول اللي هي منتهيه بحرف عله، مش عارف اكسر ما قبل الاخر ولا افتح ما قبل الاخر. الملاحظه دي موجوده في كتاب الامتحان وموجوده في كل الكتب، برضو خدها دلوقتي وهناكد عليها في لما نشرح اسم مفعول عشان الدنيا توضح اكتر. بكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، دمتم في امان الله.